تحياتي يا اصدقائي دقات القلوب ترتفع قبل 48 ساعه من بدايه مباراه منتخب سوريا واستراليا المباراه حتكون يوم الخميس الساعه الثانية ونصف ظهرا بتوقيت دمشق احكي اليوم بهذا الفيديو على التشكيل المتوقع لمنتخب سوريا ونقاط هامه جدا 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 باسلوب لعب المنتخب الاسترالي ابدا يا حبايب القلب اذا ما لك مشترك بالقناه انزل اشترك وفعل زر الجرس وعمل لايك وتعليقكم كثير مهم على رايكم بالتشكيله المتوقعه وايضا النقاط الهامه اللي راح احكيها بطريقه لعب المنتخب الاسترالي بدايه اصدقائي بالنسبه للارجنتيني هيكتور كوبر على ما يبدو انه سوف يبدا بنفس الشكل يلي بدا فيه بمباراه المنتخب الاوزبكي وهو شكل محق بطريقه دفاعيه حيكون في حراس مرمى احمد مدنيه في خط الدفاع ايهم اوسو وايهم اوسو مع ثائر كروما على اليسار حيلعب ايضا بمؤيد عجان على اليمين احتمال يلعب كردغلي لكن مؤيد عجان هو الاقرب لكوبر لانه بيعرفه من ايام الزمالك المصري وهو مقتنع فيه كباك يسار على اليمين عبد الرحمن ويس في المنتصف اذا كان لعم وخليل الياس على اليمين اعتقد انه ما حيبدا بمحمود الاسود مثل المباراه الماضيه حيبدا بفهد اليوسف هلا رح احكي ليش على اليسار بعمار رمضان اللاعب يلي بينزل ورا المهاجم هو ابراهيم هيسار والمهاجم بابلو صباغ طبعا هي التشكيله المتوقعه اللي اتوقع انا نسبه لغياب ممكن احتماليه كثير كبيره غياب عمر خريبين كاساسي ممكن يشارك بالشوط الثاني بالنسبه ايضا لوجود فهد اليوسف لانه المنتخب الاسترالي يعتمد بشكل كثير كبير على الاجنحه الباك اليسار بيساعد المها... الجناح الايسر والباك اليمين بيساعد المهاجم الجناح الايمن وبصير في ضغط كثير كبير على المنتخب السوري رح أشوف انا وياكم شويه هيك لقطات هعرض لكم اياها على الشاشه كامله لحتى تشوفوا المنتخب الاسترالي بالحاله الهجوميه شو بيعمل مثل ما شايفين حبايب القلب هاي اللقطه هي حاله هجوميه المنتخب الاسترالي كان بالدقيقه 6 في مباراه الهند اذا بنعد يعني اللاعبين الاسرائيليين اللي هن بالحاله الهجوميه شوفوا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ثمان لاعبين عم بيعملوا حاله هجوميه لمنتخب استراليا وعم بيشكلوا ضغط على المنتخب الهندي، شوفوا هون تكتل المنتخب الهندي متكتل ورا لكن ما مسكر صح يعني شوف في مساحات ورا الباك اليمين الهندي في يعني هون سدد المهاجم الاسترالي كانت تزيده خطيره المنتخب الهندي كان عم يقاتل بهي المباراه يعني اضاع المنتخب الاسترالي عده فرص بهذا الشوط اللي انتهى بالتعادل السلبي بس مثل ما شايفين يعني هي لازم يركز منتخبنا بشكل كثير كبير يكون مركز صفوفه صح مضيقين المساحات فهد اليوسف حيلعب بهي المباراه لانه حيكون في شغل كثير كبير لإله من الجهة اليمنى ودفاعيا طبعا من الناحية الدفاعية هو يعني لاعب يعني يمتلك خصاصيات الحالة الدفاعية. طيب ايضا هون بنشوف بالحالة الهجومية لمنتخب الهندي هي فرصة للمنتخب الهندي شوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في خمس لاعبين بالحالة الهجومية للمنتخب الهندي وهي الجرأة الهجومية لازم يمتلكها منتخب سوريا يعني لازم يكون في عنده كم أقل شيء خمسة لاعبين عم يعني بيهاجموا أثناء الاستحواذ على الكرة يعني هاي الكرة خطيرة مثل ما شايفين مرفوعة وأجد على رأس المهاجم الهندي هاي لو جاي على رأس بابلو صباغ هدف يا شباب هون في إمكانية استغلال أيضا الفرص والمرتدات يعني ممكن ترتد من الحارس يكون عمار رمضان جاهز لهي الطابة ويسجل هدف ونحن ما حيصح لنا فرص كتير كبيرة في مواجهة المنتخب الاسترالي أيضا في هذه الحالة حالة الهدف الأول للمنتخب الاسترالي شوفوا كمان من عد اللاعبين الاستراليين سواء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وفي واحد يساري مبين بالصورة ثمانية يعني شوفوا الحالة المنتخب الاسترالي عم يهاجم بثمانية دائما وهذا الشيء اكيد يعني بده تركيز كتير كبير من منتخب سوريا لازم يضل مركز سيل 90 دقيقه المدافعين تضييق المساحات لاعبين خط الوسط لانه بيندفع كثير وهي شغله ايجابيه لمنتخب سوريا الهجمات المرتده لازم تكون مركزه انا بتمنى هيكتر كوبر بهاليومين يعني يكون يعني عطى دروس للاعبين بطريقه الانتقال بهجمات المرتده لانه شوف التقدم عم بهاجم بثمانيه منتخب استراليا عم بهاجم بثمانيه فانت لما هو عم بهاجم بثمانيه وبيرفع لديوك المهاجم الاطول عنده فانت هون اي كره مقطوعه لازم خليل الياس يستلم الطابه يشوف يطلع يعني مباراتنا مع اوزبكستان اذا بنرجع بالصوره لما يستلم خليل الياس الطابه لما يطلع يمين ويسار يكونوا محمود لأسود وعمار رمضان ما كثير لقدام فالمساحه اللي عنده هو متعود بالدوري الارجنتيني يعني لو انه في لاعب متقدم على اليمين على رجله للاعب لازم نستغل مهارات خليل الياس بهي الطريقه بالانتقال من الحاله الدفاعيه الهجوميه ابراهيم هيسار دبابه حيتعب كثير الدفاع الاسترالي، بابلو صباغ اذا كان بحالته وان شاء الله يكون بالفورمه 100% حيعمل شغل كثير كبير بهي المباراه، الاجنحه فهد اليوسف او اذا لعب محمود الاسود ولا عمار رمضان لازم يكونوا يعني بس الطابه انقطعت من الدفاع بيكون ثمانيه بالحاله الهجوميه المنتخب الاسترالي لازم فورا لاعب يفتح سبرنت وفورا لقدام هي الجرأة الهجومية اللي حكينا عنها انه ناقصة منتخب سوريا، بتمنى تكون موجودة، بتمنى هي النقاط اللي شفتوها انتم تكونوا استفدتوا منها، وان من شاء الله بتطبق من الارجنتيني كوبر وبيبدا يبتعد شوي عن عن الخوف يعني، نحن ممكن نكسب منتخب استراليا ودعواتكم يا حبايب القلب بكره حاحكي بفيديو ثاني ايضا عن مباراة سوريا واستراليا تعليقهم كثير مهم اصدقائي وان شاء الله كان الفيديو قد نال اعجابكم، إلى اللقاء